سيدي أليس مغبغب، أهلا وسهلا فيك معنا بتحلى الحياة. الأسبوع الأول كان عنده نجاح كتير كبير، نحن هلأ رح نفوت بالأسبوع الثاني بإذن الله بـ 16 إلى 20 تشرين يعني نوفمبر. خبرينا أكثر كيف التحضيرات للأسبوع الثاني لهالفستيفال الكبير؟ بلش انطلق اليوم تاني أسبوع لبيروت آرت فيلم فيستيفال خارج الأسوار، يعني بـ 8 جامعات بلبنان وبـ4 مراكز ثقافية بطرابلس وصور ونبطية وصيدا. اليوم أول فيدباك إجينا من الجامعة اللبنانية، كتير كان ناجح، إجيهم طلاب كان البس بالجامعة بالحدد، وإجيهم طلاب من زحليم، من الشمال، من الجنوب، كانوا اتصالة معبية وجمهور من داخل الجامعة ومن خارج الجامعة. وأنا وجاية لعندكم عقد ما مرقت عملت برمي بجامعة الإوزاك كمان، لأنه اسمها الانترناشنال صرتوا بلبنان ناشنال ناشنال وانترناشنال عبد قريبا نصير ليه لا ما بتكون انترناشنال بيروت آرت فيستيفال. المهرجان فريد من نوعه، ما في مثله بكل المنطقة، بيتعاطى بالفن، كل أنواع الفن من الهندسة والموسيقى والسينما والمسرح والرقص والمتاحف والنحت والهندسة المعمارية والكولكشنز. حلو. يعني فريد من نوعه، ومش بس بيعرف عن فنانين مشهورين يلي هن نعرفهم منقدرهم، بس نظر مخرج كتير مهم بس يعرفك عن عمل فنان او عن مجموعه عن حياه فنان. بنفس الوقت الفن اليوم صار داخل حياه المجتمع وبيأثر كتير بحياتنا. بقى في كمان قسم من المجموعه من الفلومه يلي هن بيخبروا كيف المجتمع اللبناني وغير اللبناني بيتعاطى مع الفن. كان الاسبوع الماضي حافل كتير، الافتتاح كان برعاية معالي وزير الثقافة طبعاً ومعنا كمان بوزارة الثقافة كشريك ثقافي، بس كمان معنا السفارة الأمريكية، السفارة البريطانية، السفارة السويسرية، الإسبانية، داعمين المهرجان، وسفارة إيطالية والجوت انستيتوت. يعني 7 مؤسسات مهمين وحطوا ثقتهم فينا وداعميننا بشغلنا، مش بس داخل الأسوار بالأشرفية بس كمان بكل لبنان. سنة المهرجان كبر من 25 فيلم وثائقي سنة الماضي، حطينا السنة عرضنا 52، نحن بالبريس ريليز حطينا 45 بس زدنا عليهم 4 جديد من سنة الماضي، ما قدرنا نعرضهم كتير كيف في عليهم طلب، وزدنا 3 كور متراج لمخرجين لبنانية، دونيز أبو روس وميريال، دونيز جبور وميريال أبو روس، اللي هن عن مخرجين عاملين ويب سيري اسمها زيارة، والثلاث أفلام دوكيومنتري من 4 دقايق كل واحد، بورتري عن فنان عنده ديزابيليتي، وهو الثلاث أفلام هدتنا إيهون السفارة الأمريكية وعرضنا إيهون عبر السفارة اللي هني كوميشن. هيدا دليل قد المهرجان عم يكبر سنة بعد سنة، وهلأ رح نشوف سوا مشاهد من المهرجان ومنتابع حديثنا معك. مغبغب يعني مثل هيك مهرجان اكيد بده تحضير كثير، بده شغل كثير، وعنده تحديات كثير كبيره. شو التحديات يلي عم بتواجهوها بنسخته الثانيه؟ بنسخته الثانيه التحدي كان انه يطلع هالمهرجان من مهرجان حي بمدينه تيصير مهرجان على مستوى بلد، وبلشنا 3 اشياء كثير مهمه السنه. وسعنا على الجامعات وكترنا الفلومه،
وبلشنا نعرض بمراكز ثقافية بالكافيه كولتوريل بقهوتنا بطرابلس اللي هي على خطوط التماس السابقة بين جبل محسن وباب التباني، وبصيدا بمتحف الصابون بكرة ببلشو الخميس، وبالنبطية بكرة كمان الافتتاح بالنبطية، وبصور نهار الجمعة، وبيستمر لآخر الأسبوع. وكمان شغلة كتير مهمة يلي هي كان أول فشخة بنعملها، استقبلنا سبت الماضي قبل الظهر حوالي 200 تلميذ من المدارس من المناطق، اجوا من دير الاحمر، من راس بعلبك، من مغدوشه، من كل المحافظات اللبنانيه يعني. اجوا 200 شاب بين ال 15 و 18 سنه، وكثير منهم بيظهروا كانوا بيجوا على السينما يمكن لاول مره. هالشباب جابت لنا اياهم السفاره الامريكانيه تتعرفهم على هالمهرجان وتعطيهم نظر جديد على الفن وعلى الثقافه. كانت صبحيه كثير مؤثره وكثير حلوه، وهذا الشيء اللي نحن عم نحضره لسنه الجاي لنفوت على المدارس ونطلب من الاساتذه اول شيء، لانه هن اللي على صله مباشر مع التلاميذ واكيد مدراء المدارس، انه هالمهرجان لازم يصير اكسيسيبل للتلاميذ وللتلاميذ، يوصل للجميع. وما في شك انه هالمهرجان عم يجمع كل اللبنانيين. رح نشوف سوا تريلر ومنتابع. Considered this building a poem created in stone. تتربع القلعة فوق شقيف عظيم على كتف الليطاني. Le jeune Félix dessine et peint tout ce qu'il voit. Il écrit d'autres romans d'inspiration autobiographique. Et dans l'ombre, on le reconnaît. Caravage lui-même. Regarde. 1988, dans le chaos de downtown, à peine âgé de 27 ans. Jean-Michel Basquiat livre un ultime combat. Je n'ai jamais voulu être collectionneur. Quand vous achetez des livres et que vous les accumulez dans une bibliothèque, vous n'êtes pas collectionneur. I used to cry at night time out of idle. But anyway, all of that went into the music. She was one of the truest artists I ever heard. The world wanted a piece of her. يعني فعلا بقى كتير مهمة من الأفلام ضمن مهرجان السنة يلي عم يكبر. من خلال تجربتكم للسنة الثانية، مين عم تشوفوا أكتر شيء عم يستهوي وعم بيحب هيدا النوع من المهرجانات وهيدا النوع من الفنون؟ السنة اللي تعجبنا فيه أنه إجا كتير أشخاص جديدة على المهرجان يلي سنة الماضي ما عرفت فيه، وجوه جديدة وشباب وأشخاص كبيرة بالعمر قطعت المدينة وعجقات السير، ويجوا ويحضروا الفلومة من أول سيانس لآخر سيانس. يعني مش فيلم ويفلوا فيلم واثنين وثلاثة وأربعة. يعني اللي كتير حبيناه وأثر فينا هو الفيداليتي تسمع يعني تعلقوا كمان بهال هي تجربة متى ما مرة ما جربتيها وصاروا يجوا كل يوم كل يوم كل يوم بيصيروا مدمنين عليها. هلأ هول مش أنهم كتار أشخاص عددهم كبير، بس بيمدوا يعني بيصير الفيروس أكبر وأكبر، لأنه العمل الفني هو خير دليل أنه على ثقافة كمان، وخير دليل أنه هذا الشعب مثقف. فالحمد لله بعد عنا مثقفين بلبنان. أكيد البلد بيحمل كتير طبعاً. وبيستقبل. وبعدين الفاريتي يعني تنوع نتنوع الدوكيومنتير في الأفلام
تعجبنا نحن بالفاريتي. لا ما كل الفرومي عبوا الصلاة على الآخر طبعا، ولكن أشياء في كل الأذواق، في أهم شيء النوعية يلي يعني الشخص يلي إجا يقدر يحضر فيلم ويطلع بده يحضر فيلم تاني مبهور ما في شك من هذا الأمر. السيدة أليس بدي أقول بعد شغلي لأنه مهم كتير، المهرجان خارج الأسوار هالجمعة مستمر بجامعات لبنان، وموجود البروغرام على الويب سايت تبع المهرجان www.baflebanon.org. الدخولية مجانية بكل الجامعات وبكل المراكز الثقافية. بقى يلي ما قدر يوصل على بيروت الأسبوع الماضي تفضلوا اشتركوا معنا بكاسليك وببيروت وبجنوب وبالشمال، موجودين وين ما كان. أهلا وسهلا فيك السيدة أليس مغبغب، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا. ميرسي.